هتعمل إيه لو لقيت نفسك في فندق مليان أرواح وأشباح، أو باب الأوضة يخبط كل شوية ويتقلك إنهم خدمة الغرف وتفتح بس ما تلاقيش حد؟ قصتنا النهاردة عن فندق مشهور في ولاية أريزونا واللي معروف بتاريخه المليان بظواهر خارقة للطبيعة. تعالوا مع بعض نعرف إيه القصة. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو أنت أول مرة تشوفنا انزل اشترك بسرعة في القناة وفعل الجرس عشان توصلك حكاياتنا الجديدة أول بأول. يلا نبدأ قصتنا. في سنة 1927 وبالتحديد في يوم رأس السنة، كان افتتاح الفندق الشهير مونت فيست واللي مكانه في مدينة فلاجستاف في ولاية أريزونا. الفندق بيندرج تحت قائمة الأماكن الأثرية في أمريكا واللي لحد النهاردة أحد وجهات المسافرين في المدينة، وعلى مر السنين كان قائم على استضافة شخصيات شهيرة زي جون وين وبرينج كروزبي وهاري ترومان. واستضاف الفندق برنامج ماري كوستيجن الإذاعي اليومي الشهير لمدة 3 ساعات من الغرفة 105، وكانت كوستيجن أول امرأة أمريكية تحصل على ترخيص البث الإذاعي، وكان من أشهر مواقع التصوير السينمائي وخصوصا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. وفي السبعينات حصلت عملية سرقة البنك قريب من الفندق عن طريق عصابة متكونة من 3 أفراد، وراحوا لبار الفندق عشان يحتفلوا بسرقتهم للبنك، بس فجأة واحد منهم وقع ومات نتيجة إصابته بطلق ناري أثناء عملية السرقة بعد ما كانوا مستقلين بخطورة وضعه الصحي. ومن بعد الحادثة دي توالت قصص كتير عن ظواهر غريبة بتحصل في المكان، منهم إن أحد مديرين الصلاة كان على طول بيسمع صوت بيقول له صباح الخير وهو بيفتح البار، ودايماً إنه زلاء كانوا بيشتكوا من أصوات دوشة كتير وعفش بيتحرك وبيظهر بشكل مفاجئ، وده غير الحاجات اللي كانت بتقع على طول وتليفون الريسبشن اللي كان بيرن مع نفسه، وساعات الموظفين والنزلاء كانوا بيسمعوا عزف لفرقة موسيقية وهي مش موجودة. وفي أحد الغرف وبالتحديد غرفة 201 واللي كانت بتسمى بيزين جراي روم، الباب كان بيخبط على أساس إنها خدمة الغرف، والنزلاء كانوا بيفتحوا وما يلاقوش حد ولا حتى أثار لحد بيخبط ويهرب. والنزلاء تانيين أكدوا إنهم كانوا بيشوفوا واحدة ست بتتمشى في الكوريدور قدام الأوضة دي بالذات. وفي أوضة 220 مرة قعد فيها رجل غريب الأطوار وتعرف إنه كان بيعلق لحوم نية في الأوضة، ومرة واحدة الرجل ده مات فجأة ومحدش اكتشف جثته إلا بعد أيام من وفاته. ومن بعدها النزلاء كانوا بيشتكوا من صوت كحة جامدة وأصوات تانية بتصدر من الأوضة دي وهي فاضية. ومرة عامل الصيانة كان بيعمل شغله في الأوضة عادي وطفى النور وقفل الباب، وبعدها بخمس دقايق النور اتفتح لوحده وملايات السرير اتشالت والتلفزيون انفجر. وأما الأوضة المعروفة باسم جاري كوبر، النزلاء كانوا على طول بيحسوا فيها إنهم متراقبين من حد، ويقال إن في الأوضة دي حصلت جريمة قتل السيدتين وتم إلقائهم من الشباك. وفي الأوضة 305 كان في شبح لوحدة دايما بتظهر وهي قاعدة على كرسي هزاز، ولما عاملين النظافة بينظفوا الأوضة ويحركوا الكرسي من مكانه كانوا دايما بيرجعوا تاني يوم ويلاقوا الكرسي راح جنب الشباك لوحده. بس كده، ودي كانت حكايتنا النهاردة. تفتكروا إيه اللي بيحصل في الفندق ده؟ وهل فعلا ممكن الفندق يكون مسكون؟ وهل البشر ممكن يشوفوا حاجات زي اللي سمعناها دي؟ لو عجبتكم حكايتنا ياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وتقولولنا رأيكم في الكومنتس، وقولولنا كمان تحبوا نحكي عن إيه في الحلقات الجاية. ونشوفكم في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.